بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وفي هذا الفيديو ولأول مرة معكم الأستاذة سارة مدرسة مادة اللغة العربية. في هذا الفيديو غادي نتقاسم معكم فرد ثاني الدورة الثانية، يعني تقويم المرحلة الرابعة في مادة اللغة العربية. أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب ليصلكم كل جديد، وعلى بركة الله مع المكون الأول مكون الصرف والتحويل للإشارة التنقيط على 10 لكل مكون. السؤال الأول: أملأ الجدول حسب المطلوب. لدينا ثلاثة أفعال يجب أن نصوغ منها اسم التفضيل وزنه ثم مؤنثه ثم وزن مؤنثه. الفعل الأول هو عظم. للتذكير بالقاعدة، اسم التفضيل يساغ اسم التفضيل من كل فعل ثلاثي تام التصريف يعني غير ناقص مثبت غير منفي قابل للتفاوت، لأن اسم التفضيل هو صفة مشتركة بين اثنان فزاد أحدهما عن الآخر في تلك الصفة، ثم أنه مبني للمعلوم. إذن عظم فيه جميع الشروط لصياغة اسم التفضيل، وحسن أيضا وصغرى كذلك. عظم اسم التفضيل منه على وزن أفعل، عظم اسم التفضيل منه أعظم، وزنه على وزن أفعل. فالميزان الصرفي لكل كلمة يوزن بفاعل، يعني كل زيادة بنفس زيادة الحروف. إذن أعظم أفعل. مؤنثه قلنا اسم التفضيل على وزن أفعل، مؤنثه فعل يعني عظمى، وزنها فعلى. فعل الثاني حسن يعني أحسن، وزنه أفعل، مؤنثه حسنى، وزن مؤنثه فعلى. الفعل الأخير صغر يعني أصغر، اسم التفضيل منه أصغر على وزن أفعل، مؤنثه صغرى على وزن فعلى. السؤال الثاني يجب أن نكمل باسم التفضيل المناسب، تنقيط على اثنان. الطائرة من السيارة، إذن سنتمم باسم التفضيل في هذا الفراغ. كما تعرفون الطائرة اسم مؤنث، إذن يجب أن يكون اسم التفضيل أيضا مؤنث. إذن الطائرة حسنى، أحسن يعني حسنى من السيارة. العلم فراغ كنز يملكه الإنسان، إذن العلم اسم مذكر يعني مثلا أفضل يجب أو أحسن أو أجمل إلى غير ذلك، أو أعظم يعني اسم التفضيل يجب أن يكون على وزن أفعل. الجملة الثالثة: الدار البيضاء المدن المغربية، إذن دار البيضاء يعني اسم مؤنث لأنه يعني يدل على المدينة. هذه الدار البيضاء، ليس نقول هذا الدار البيضاء، هذه مدينة الدار البيضاء اسم مؤنث، إذن يجب أن يكون اسم التفضيل مؤنث. إذن كبرى المدن المغربية. الجملة الرابعة: الاجتهاد بهمزة الوصل لأنها من فعل اجتهاد خماسي، مصدرها أيضا يجب أن يكون بهمزة الوصل. الاجتهاد هنا مرفوع مبتدأ يعني غير للتذكير بالقواعد فقط. الاجتهاد من الكسل، من حرف جر الكسل اسم جر. الاجتهاد أحسن أو أفضل أو أعظم، يعني نغير فقط أعظم من الكسل. السؤال الثالث: اكتب الأرقام بالحروف مع الشكل. هنا لدينا العدد والمعدود، يجب أن نكتب العدد بطريقة صحيحة حسب يعني المعدود هل هو يخالفه أم يوافقه، مع الشكل التام. أولا يجب أن نتعرف العدد هو أربعة أنواع: مفرد ومركب ثم العقود والمعطوف. المفرد مثلا واحد، اثنان، مئة، ألف إلى غير ذلك. المركب 11، 12، 13، 19 إلى 19. ثم العقود يعني 20، 30،
30 40 50 60 الى غير ذلك. بعد ذلك كيبقى لنا المعطوف 21 91 51 31 يعني 32 42 47 49 الى غير ذلك. اذا هنا 6 مفرد، 7 مفرد، 100 مفرد، 50 من العقود، 31 معطوف، و14 مركب. 6 هل هو 6 او 6؟ إذن فستة جاءت محصورة ما بين 3 و 9 فيكون المعدود يخالف العدد تذكيرا وتأنيثا، والمعدود يأتي جمعا مجرور. إذن فستة وليس ست. ستة أقلام، المعدود هنا جمعا مجرور. الجملة الثانية فيها العدد 7، إذن 7 يخالف المعدود والمعدود يأتي جمعا مجرور. إذن البيضات هنا اسم مؤنث، على غرار الجملة الأولى كان هنا المعدود مذكر فستة كانت مؤنث، هنا العكس، بيضات مؤنث فالعدد سيكون مذكر. إذن سبع، سبع بيضات. الجملة الثالثة فيها 100، إذن فالعدد 100 المعدود معدودها يكون مفردا مجرورا بالإضافة. إذن 100 تلزم صيغة واحدة، يعني دائما سواء مع المذكر ومع المؤنث تكتب بهذه الطريقة، 100 يعني بصيغة واحدة للمذكر والمؤنث كما يكون المعدود هنا مفردا مجرورا بالإضافة. العدد 4 لدينا 50، إذن ف50 قلنا هو من العقود، 50 والمعدود هنا قميصا، جاء مفردا منصوب يكون مفرد منصوب المعدود إذا جاء محصور ما بين 11 و 99 يكون المعدود مفردا منصوب، وخمسون من ألفاظ العقود يكون التمييز مفردا منصوب ويكون العدد بصيغة واحدة للمذكر والمؤنث، يعني ألفاظ العقود هنا مثل العدد 100. 31 إذن هنا العدد معطوف مكون من جزئين، وحدات والعشرات. نلاحظ بأن الوحدات يعني واحد، فدراسة العدد واحد واثنان يعني يوافق المعدود، هنا لاحظوا نعجة مؤنث فحتى واحد هنا سيكون مؤنث يعني إحدى. إحدى 30 يعني الجزء ملي كندرسو كل واحد بوحدو يعني كنشوفو القاعدة، 30 يعني من العقود يعني ستلزم صيغة واحدة 30. أما بالنسبة للمعدود سيكون مفردا منصوب لأنه دائما ما بين 11 و 33. نعجة. العدد الأخير 14، عندنا قلما، قلما يعني مذكر، و 14 هنا مركب من وحدات وعشرات، الوحدات هي 4 والعشرات هي 10. 4 محصور ما بين 9 و 3 يعني المعدود يكون يخالف العدد مذكر، فالأربعة ستكون مؤنث 4. وهنا 10 جاءت مركبة، وعشرة إذا كانت مركبة فإنها تطابق، وإذا كانت مفردة يعني وحدها يعني عشرة في الجملة وحدها فهي تخالف. هنا جاءت مركبة ستكون مطابقة، إذا قلما مذكر فأيضا عشرة ستكون مذكر. عشرة والشين كملحوظة، الشين شين العشرة تسكن متى وتفتح متى؟ تسكن مع المؤنث، مع يعني العدد مؤنث المعدود مؤنث، وتفتح مع المعدود مذكر. واضح؟ ثم ننتقل إلى السؤال 4، هو أركب جملا تتضمن عدد مفرد وعدد مركب. إذن هنا حسب الجمل ديال المتعلمين، مثلا أعطي مثالا، العدد مفرد دخل ثلاثة أولاد، يعني كيف كتشوفوا ثلاثة مؤنث أولاد مذكر، والتمييز هنا جاء جمعا مجرورا لأنه محصور ما بين ثلاثة وعشرة، ثلاثة هنا جاءت مؤنث لأن المعدود مذكر. بالنسبة للعدد مركب مثلا اشتريت خمسة
عشرة قلما. إذا لاحظوا خمسة مؤنث لأن المعدود مذكر فخمسة تخالف، وعشرة جاءت هنا مركب فهو يوافق مذكر مذكر، والشين مفتوحة مع المذكر كما قلنا في الملاحظة أعلاه. وقلما هنا جاء جمعا، جاء عفوا، هنا قلما جاء مفردا منصوب لأنه يكون محصور ما بين 11 وتسعة وتسعون. ننتقل إلى مكون الثاني الذي هو مكون التراكيب، وأيضا تنقيط على 10 نقط. السؤال الأول، أكمل الجدول حسب المطلوب. لدينا جمل يجب أن نستخرج منها التوكيد ونوع التوكيد. للتذكير، التوكيد اسم يتبع المؤكد، يعني اسم يتبع الذي قبله يعني المؤكد في الإعراب، ولديه نوعان، توكيد معنوي وتوكيد لفظي. التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ، والتوكيد المعنوي يكون بأسماء، جميع، نفس، عين، عامتان، كلا وكلتا. الجملة الأولى، جاء الأستاذ، الأستاذ إلى المدرسة. التوكيد هنا الأستاذ المؤكد هو الذي هو الأستاذ أيضا، إذن توكيد الأستاذ. نوعه هنا التوكيد تكرار اللفظ، يعني اللفظ مكرر، يعني توكيد لفظي. الجملة الثانية، الملاعب جميعها بعيدة. الملاعب هنا مبتدأ مرفوع، فهنا جميع جاءت هنا التوكيد مرفوع لأن يعني الأول مرفوع، ففي الأول كان هنا الأستاذ فاعل مرفوع، فحتى التوكيد اللفظي جاء هنا مرفوع. الملاعب جميع، ذاك هذا الضمير يكون الضمير مع التوكيد المعنوي يعود على المؤكد جميع. نوع التوكيد هنا توكيد معنوي. حييت الضيوف كلهم. حيي فيها فعل وفاعل، فعل ماض مبني على الفتح، حتى ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الضيوف مفعول به منصوب. كل هنا التوكيد جاء منصوب توكيد، سنبين نوعه الآن. كل توكيد هنا معنوي لأنه بأبي أسماء، توكيد توكيد معنوي. كل أضيفهم يعود على الضيوف على المؤكد. البحر كبير، كبير، إذن كبير، إذن البحر ماله كبير. البحر مبتدأ، كبير خبر، وهنا التوكيد بتكرار اللفظ فهو توكيد توكيد لفظي. السؤال الثاني، أملأ الجدول التالي بالمطلوب. لدي جمل يجب أن أملأ هذا الجدول، أن أستخرج التمييز وأبين نوعه. فالتمييز للتذكير به، اسم النكرة يبين اسما مبهما أو جملة مبهمة قبله، يعني يزيل الغموض إما على الاسم أو على الجملة بأكملها. وهو نوعان، ينقسم إلى نوعان، تمييز ملحوظ وتمييز ملحوظ. فالتمييز الملحوظ هو الذي يفسر جملة قبله ويكون منصوبا، أما التمييز الملحوظ وهو الذي يميز اسما يعني قبله، وأنواعه هي إما تمييز الكيل أو العدد أو المساحة أو الوزن. الجملة الأولى، اشتريت كيلوغراما لحما. إذن اشتريت كيلوغراما من ماذا؟ من اللحم. فالتمييز هنا لحما، وهذه الكلمة يعني التمييز أزال الإبهام على اسم قبله كيلوغراما، فهو تمييز ملفوظ. الجملة الثانية، ازداد الطالب تفوقا. ازداد الطالب ماذا؟ ازداد تفوقا. إذن هنا تفوقا أزالت الإبهام يعني الغموض عن الجملة بأكملها، يعني الفعل والفاعل تفوقا، فهي التمييز تفوقا. نوع التمييز هنا تمييز ملحوظ، نفهمه من الجملة ويزيل الإبهام عن الجملة. الزرافة أطول الحيوانات عنقا. الزرافة أطول الحيوانات ماذا؟ أطولها عنقا. هنا ميزنا الزرافة بماذا أطول عن الحيوانات، إذن فعنقا
هي التمييز. دائما في التمييز اسم النكره منصوب تمييز الحوض. زرعت هكتارا ارضا، اذا هنا فالتمييز هو ارضا. قد ميزت، كم زرعت من الارض؟ زرعت هكتارا، اذا فهنا التمييز تمييز ملفوظ. وللتخصيص هنا تمييز المساحة وهنا تمييز الوزن. كما تلاحظون دائما تمييز اسم نكرة منصوب، لكن تمييز الكيل والوزن والمساحة يجوز جرها بمن. سؤال ثلاثة، أعرب الجملة التالية: ازداد الجو حرارة. ازداد فعل ماض مبني على الفتح، الجو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الظاهرة على آخره. حرارة، ازداد الجو ماذا؟ ازداد حرارة. هنا التمييز نكرة، اسم نكرة منصوب فهو تمييز، لا يدل لا على الوزن ولا المساحة ولا الكيل ولا العدد، فهو تمييز ملحوظ منصوب. تمرين موالي، أركب جملا تتضمن توكيدا معنويا، توكيدا لفظيا، تمييز ملحوظ وتمييز ملفوظ. هنا حسب الجمل ديال المتعلمين، فالتوكيد المعنوي مثال: ركبت الفرس عينها. ركبت فعل وفاعل، فرس مفعول به، عينها توكيد معنوي، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه يعود على المؤكد. توكيد لفظي، المثال للتوكيد اللفظي: أقبل العندليب، العندليب وهو يغرد مثلا. أي جملة فيها اللفظ مكرر فهو التوكيد لفظي. تمييز الملفوظ، يعني إما تمييز الكيل أو الوزن أو المساحة أو العدد أو الوزن. مثلا اشتريت 5 أقلام. اخترت تمييز العدد لتثبيت العدد والمعدود. اشتريت 5، تمييز هنا مؤنث والعدد مذكر والمعدود مذكر، جمع مجرور يكون لأنه محصور ما بين 3 و10. تمييز الملحوظ، مثلا البرتقال ألذ الفواكه طعما، إذن طعما هو التمييز الملحوظ، هو اسم نكرة منصوب، أزالها الطعما، أزال الإبهام عن الجملة برمتها. مكون التالي هو مكون الإملاء، أيضا 10 نقط. أملأ الفراغ بالهمزة المتوسطة المناسبة، فالهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تتوسط الكلمة، وتكون إما على الألف أو الواو أو على الياء. فالذي يساعدنا على كتابة الهمزة بطريقة صحيحة هو مقارنة حركة الهمزة والحركة التي قبل الهمزة، يعني صراع الحركات، يعني حسب الحركة الأقوى. فأقوى الحركات هي الكسرة ويناسبها الياء، ثاني حركة الضمة ويناسبها الواو، وآخر حركة الفتحة ويناسبها الألف، ويلي هذه الحركات السكون ويناسب السكون السطر.